السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حصاد نهاية العام 2022 والذي سنستعرض فيه اليوم تداعيات زيادة نسب الفقر والبطالة على المجتمع وبروز ظواهر الهجرة والانتحار والعنف الأسري وتعاطي المخدرات، رغم أن العراق يطفو على بحر من النفط. كغيره من الأعوام السابقة بل وأكثر، ارتفعت نسبة الفقر عام 2022 إلى نحو 30% بين سكان العراق، أي أكثر من ربع العراقيين، وفقاً لمفوضية حقوق الإنسان، وهو ما أكدته الأمم المتحدة بأن ثلث العراقيين يقترضون ليأكلوا. النسبة غير ثابتة ومرشحة للزيادة بحسب تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمية، والذي أكد ارتفاع نسبة الفقر في العراق عقب قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. ومن الظواهر المقلقة التي أصبحت تهدد براءة الطفولة وتسرق ابتسامتها في العراق عمالة الأطفال، حيث دقت لجنة الإنقاذ الدولية ناقوس الخطر عقب توثيق انخراط نحو مليون طفل في سوق العمل مع نفاد خيارات العائلات في تلبية الاحتياجات المعيشية، وهو ما تسبب في تعطيل تلقي الأطفال للتعليم وممارستهم لحقوقهم الأساسية. ليس الفقر فقط من يفتك بالعراقيين، فبعدما كان العراق مقصداً للباحثين عن العمل من دول الجوار، بات اليوم ضمن أكثر الدول معاناة من البطالة في المنطقة. وبحسب أحدث إحصائية لوزارة التخطيط، فإن نسبة البطالة بلغت 16.15%، فيما يؤكد مراقبون أن النسبة تصل إلى 40%، وأن الحكومة تحاول تقليلها للتغطية على فشلها في معالجة هذه المشكلة. ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق كان لها انعكاسات خطيرة، حيث ارتفعت معها نسب الانتحار بسبب تراكم المشاعر السلبية وتحديداً بين فئة الشباب، حيث أقرت وزارة الداخلية أن عدد حالات الانتحار تجاوز 100 حالة في الشهرين الأول والثاني من عام 2022. وضمن التداعيات الخطيرة الأخرى للفقر والبطالة تنامى الظاهرة الاتجار وتعاطي المخدرات، حيث كشفت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 13,000 شخص بين متعاط ومتاجر بالمخدرات خلال الأشهر العشرة الماضية لعام 2022، وهي آفة تهدد المجتمع لدرجة أن نوابا طالبوا بفرض فحص المخدرات على الموظفين والطلبة. لم تنتهي القصة هنا، فمع ارتفاع نسبة التشاؤم لدى العراقيين بحسب استطلاع أجرته لجنة الإسكوا الأممية، فإن خيار الهجرة إلى الخارج أصبح حلماً لا يفارق الكثير من العراقيين، حيث كشفت المفوضية السامية للاجئين العراقيين هجرة نحو 75,000 عراقي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022. ولم توقف كل هؤلاء مخاطر الموت خلال رحلة اللجوء إلى أوروبا. الأسرة والطفل كان لها نصيب الضحية من تداعيات الفقر والبطالة وانتشار المخدرات، حيث بات العراق يسجل نسباً غير مسبوقة بالعنف الأسري ضد النساء والأطفال وكبار السن، حتى أن الشرطة المجتمعية سجلت أكثر من 740 حالة عنف أسري خلال أسبوع واحد فقط من شهر تشرين الثاني المنصرم، دون وجود معالجات جادة لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة. ومع بلوغ العراق المرتبة 79 عالمياً والثامنة عربياً ضمن قائمة أفقر شعوب العالم وفقاً لمجلة جلوبال فانيس، فإن ملايين العراقيين سيسحقهم العوز والفاقة بفعل الفساد الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية. إذن مشاهدين، هذا كان استعراضاً سريعاً لأبرز ما يخص ملف تداعيات زيادة نسب الفقر والبطالة على المجتمع العراقي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.